المتسابق رقم 3 أحمد قرر يبحث عن الناس اللي ما يقدرون يصلحون سياراتهم لعدم إمكانيتهم المادية، وبادر بتسديد هذه المديونيات لأكثر من 8 أشخاص. اللي خلاني ألتجئ إلى موضوع السيارات صادف لي موقف شوية مؤلم. شفت رجال كبير في السن، طاعن في السن، نزل من السيارة يهف على إيدي كذي، يهف علم ده. كان يهف على قرطاسة. أقول له إيش فيك حجي؟ قال إيسي سيارة خراب يا ولدي. فلما قال الكلمة هذه فعلا هذه من هاللحظة، فقلت في ناس مغيبين ما حندري عنها، سياراتهم خراب، مكيفاتهم خراب، خليني أروح أبحث عنها. الحمد لله يعني استوانست. أنا كان عندي سيارة خربانة، تصليحي كان يكلف وأنا متقاعد، يعني إمكانياتي ما يسمح لي أصلحها. يعني هاي الجنب التكاتف الاجتماعي، شلون إن المجتمع يكون جميل ومتكاتف إذا كل واحد بحث عن المحتاج. للتصويت على أفضل فكرة للمتسابقين تابعونا في الستوري.